رمضان مبارك كريم لنا ولكم ولجميع الأمة الإسلامية. أجواء ديال رمضان في ماليزيا بصراحة ماشي بحال المغرب، هو كيعجبني الأجواء ديال المغرب أكثر من هنا. هنايا بحال اللي ما كاينش داك الأجواء ديالنا حنا، ديال الشباكية، ديال قبل رمضان كتشمي ريحة الشباكية، ريحة السلور، ريحة سميتو الجيران، كلشي كي في موقفتي مع شي جارة كتقول لك نضرب ديتي ولا مازال درتي شي شباكية درتي شي سلو. هنايا نهائيا عندهم بحال الايام العاديه بحال رمضان، لانهم هنايا في رمضان راه ما كيطيبوش بزاف، اغلبيه كيشريو. فبالنسبه لي انا يا رمضان اجواء ديال رمضان هو المغرب. المغرب فيه اجواء زوينه وداكشي صراحه كنفتقدوه هنايا في الغربه. الاستعدادات اللي كندير هنايا في الدار، اول شي حاجه هو التخمر ديال الدار، هذه في كل امراه مغربيه او عربيه اعتقد. المهم المغربيات راه معروفين دائما قبل رمضان ضروري الدار خاصها تخمل، خاص الركان يتجبدوا، خاص كلشي يتقاد، خاص المهم كلشي يكون هو هذاك. وبالنسبه للتحضيرات صراحه هذا العام هذا ما وجدت شي حاجه، جبت معايا سلو من المغرب لانني ما جيتش دغيا لماليزيا حتى كنقرب رمضان عاد جيت جبت معايا غير سلو. الشباكيه ما درتهاش هذا العام لحقاش ما كان ياكلوهاش معايا، لا سواء اسحاق او لا سميتو ولادي حتى هو ما تياكلوهاش. انا مرات انا الا ضقت وصافي حتى انا ما عنديش مع الشباكيه بزاف فما درتهاش. وبالنسبه للتوجد داكشي اللي تنوجد هكا، كنوجد لاباط ديال البيتزا كنحطها في الكونجيلاتور، كنوجد هكا داكشي اللي اللي كنحتاج هكا، صوص طوماط اللي كنحتاج كذلك، الحمص هكا الا فزقتو نديرو في الفريكو حتى هو على حسب الحريره، وخاصة الحريره ما كنديرهاش بزاف، غير هو داك العادات وداك الشيء ديالنا صافي ولفناه ضروري خاصك تحلي الكونجيلاتور، راه يبان لك الحمص مفزق وهذا ومحطوط في الكونجيلاتور. فضروري هذوك التحضيرات واخا ماشي بحال المغرب، ولكن المهم كنحاول ما امكن انني حتى انا ندير داك الاجواء هكا في الدار، وولادي حتى هما يكبروا في هذه الاجواء قدام عينيهم يعرفوا دائما الفرق ما بين رمضان في ماليزيا ورمضان في المغرب، راه هكذا باش كنربي فيهم داك التمغربيس ديالنا اللي انا يا صراحه راه عندي في الدم. صراحه الاطباق اللي كنوجد هنايا في ماليزيا ماشي اطباق مغربيه 100%، كنوجد داكشي اللي تياكلو ولادي وداكشي اللي تياكل راجلي، وانا راه بديت ناكل معاهم لحقاش انا صراحه تيعجبوني بجوج. لحقاش السنين اللي فايته والتجربه ديالي بحكم التجربه ديالي هنا في ماليزيا راه مدات 11 سنه وزياده، وانا هنا في ماليزيا كنت شحال هادي فاش كنوجد اطباق مغربيه كنلاحظ ان راجلي واخا تيفطر معنا غير كنمشيو نصليو التراويح، فاش كنكونوا راجعين كيقول لي بلاتي ندوز ناخذ شي حاجه من المحلات هكا ديال هكا ديال الاكل من الريستورات باش ياخذ داك الاكل الماليزي ديالهم. قال لي يا انا الا ما كليتش الرز راه بحال الا ما فطرتش، ضروري خاصني الرز في الفطور وفي السحور ضروري الرز. فوليت كنوجد اغلبيه اطباق ماليزيه وكنوجد هذاك الشيء اللي كيعجبهم، حتى انا صراحه ولا عندي واحد الذوق اسيوي، انا ولا تيعجبني داك الحار، هذوك النكهات القويه بحال الكاري بحال هذاك الشيء اللي كيكون منسم هكا بالاعشاب هكذا مجهده، حتى انا صراحه وليت انا مولفه هذاك الشيء. فاغلبيه بكل صدقه انا كنوجد هنا اغلبيه الاكل الماليزي اكثر ما كنوجد الاكل المغربي، لانه هو اللي كيتكال هنايا. كيف قلت لكم اكثر حاجه خاصها تكون موجوده في الطاوله هكا الرمضانيه ديالي مع الاسره ديالي هو الرز وداكشي تاع الحار وهادشي تاع الكاري وهادشي اللي عنده نكهات قويه، هادشي ضروري خاصو يكون في الفطور ضروري ضروري ضروري. بالنسبه للحليب صراحه هاد العام ما تجمعناش بزاف، مره واحده فقط اللي تجمعنا كنا، لان ولادها ما كاينينش، كل واحد صافي تزوجوا داروا عائلاتهم وكنتسناو حتى كنتجمعوا كاملين، فصافي كل واحده خايده في امورها، خصوصا ان هاد العام انايا جاتني مع الدراسه ديال ولادي بجوج، صفوان اول سنه عنده في اول عام عنده في الدراسه في السنه الاولى، جاتني شي شويه الوقت مدروك كنديهم ونجيبهم ديهم ونجيبهم، الوقت عندهم ضيق بزاف ضروري هذا خصني نوصلهم في الوقت ونجيبهم في الوقت، فما كيكفانيش الوقت انني نطيب نوجد كميه كثيره ونعرض عليهم هكذا بحال السنين اللي فايته. هاد السنه هذه للاسف ما تحتش لي الفرصه باش انني نعرض عليهم اولا نوجد هكا طاوله كبيره ولا شي حاجه للعائله تبارك الله كبيره. فهاد العام هذا صراحه دركني الوقت بزاف مع ولادي ومع الدراسه ديالهم، فهذا هو المانع اللي خلاني اننا ما كنتجمعوش فهاد السنه هذه فدا رمضان بحال باقي السنوات السابقه. الاختلاف اللي بين ماليزيا والمغرب صراحه اختلاف كبير 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 بزاف. هنا اغلبيتهم راه كيشريو الماكله، اغلبيه كتلقى عائله على قدها وكتلقيهم كلهم تيتقداو من برا ويجيو يحطوا، فقط كيطيبوا هذاك الرز ولا طيبوا شي صوص هكذا حار وهذاك الشيء،
وكي اغلبيه كيشريو، اغلبيه هنا معروف انهم كيشريو بزاف، كيتقداو هكا بزاف. وكاين البازار ديال رمضان او السوق الرمضاني هنايا في ماليزيا، كتلقى شارع كبير على قدو، فيه الخيام وفيه هكا كلشي تيطيب من كل ما لا وطاب، داكشي كثير 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 بزاف، واسمنه حتى هما مناسبه جدا فجميع الطبقات يمكن لهم انهم يشريو. لذلك كتلقى هنا الماليزيين اغلبيتهم كيشريو. وكذلك واحد النقطه اخرى حتى بالنسبه للجيران، هكذا راه سبق لي قلتها في القناه، حتى هكذا الجيران فاش كتبغي تذوق شي حاجه ماشي كتجي لك شي حاجه اللي طيبه صافي تقول لك زعما ذوقيتيها بيدي ولا شي حاجه، كتاخذ شي حاجه من هذاك السوق وتجي وتجيبها لك. انا شحال مره هكذا الجيران ديالي كيجيو يجيبوا لي شي حاجه باش نذوقها، وكيجيبوا لي كذلك من الاكل ديال السوق. فهادشي عندهم عادي، ان عائله على قدها يتقداو من السوق او ما يطيبوش في الدار، عندهم شي حاجه عاديه. وهذا هو الاختلاف اللي لاحظت هنايا من شحال هذا، هو الاختلاف اللي لاحظت انا في ماليزيا. حنا ما شاء الله المغاربه والعرب واغلبيه هاد الدول العربيه الاسلاميه كلهم اغلبيتهم كيطيبوا ضروري. راه كتلقى المراه العربيه والمغربيه كتلقاها من الصباح وهي واقفه في الكوزينه باش توجد تعمر الطاوله وتعمر الطبله ديالها، من كل ما لذ وطاب تبارك الله الشهيوات وكل شيء موجود. هذا هو الفرق اللي بيننا حنا والماليزيين. لسان الحاجه اللي سنفتقدها هنا في المغرب هي هذيك الجماعه ديال الكوزينه. فاش كنا هكا كنوضوا نوجدوا الفطور هكا مور الظهر ولا بحال هكا النهار اللي كنكونوا غنوجدوا شي حاجه كثيره وسميتو، كنصليو الظهر صافي كنبداو كل واحد كيدير شي حاجه، ماما كتدور الحريره، اختي كتقرص شي رغايف كتعمرهم، بابا حتى هو اخر لحظه كيجي كيدخل معنا الكوزينه، كاين شي عصير يقد لنا شي عصير. يعني هاد الحاجه كنفتقدها بزاف وكنتوحشها بزاف بزاف بزاف، هي ديك اللمه في الكوزينه اكثر من اللمه على الطبله ديال الفطور. اللمه ديال الطبله ديال الفطور حتى هنا الحمد لله كنتجمع مع وليداتي مع راجلي هكا الا مشيت عند حبيبه ولا الا جات عندي، ولكن الحاجه اللي فعلا 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 كنفتقدها هي هذيك اللمه ديال الكوزينه، وكلنا خدامين في الكوزينه وكلشي شي كيمد هنا شي كيمد من هنا، واش وجدتي هذه واش حطيتي زلايف دي المعالق دي هذه اللي كيصايب فلون اللي كيصايب. المهم هذيك الاجواء صراحه هي اللي افتقدتها بزاف بزاف بزاف، وشحال هذه ما دوزت رمضان في المغرب بحكم الدراسه ديال ولادي. كنتمنى ان شاء الله شي مره ان شاء الله نرجع ندوز رمضان في المغرب ونعيش هذه الاجواء، والله يطول في عمر والديا ويحفظهم ليا ان شاء الله. بالنسبه للاطباق الاكل الماليزي اللي سنوجد صراحه هما ماشي حاجات ماشي بزاف، ولكن المهم داكشي اللي سنوجدو كنوجدو على حقه وطريقه. راه ملي كنطيب الحاجه حتى كنقلب عليها ونبحث عليها مزيان ونتعلم ليها مزيان، ضروري كنخطا النوب الاولى النوب الثانيه، ولكن الحمد لله راه مده طويله وانا هنا في ماليزيا الحمد لله وليت كنتقن الاكل ديالهم. بعض الاطباق ديالهم كيف قلت لكم منهم الكراب بجوز الهند، حليب جوز الهند وداك الصلصات الحاره وسميتو، وصلصه المحار هي ضروري كتكون موجوده تقريبا في جميع الاطباق ديالهم. كذلك ناسي غورين، ناسي غورين اودا او ناسي غورين سود سي فود حتى هو كذلك كيعجبني وكنطيبو مزيان، كنطيبو مزيان كنصايبو مزيان، اللي هو الرز مع فواكه البحر. كيكون كيقولوا لهم الرز الارز المقلي بفواكه البحر، هو ماشي مقلي في ذاك الزيت كثير هذا، ولكن غير هو تيكون هكا مشحار مع فواكه البحر، وهذا حتى هو كذلك كنصايبو مزيان. وبعض الاطباق الاخرى كذلك اغلبها تايلانديه ماشي ماليزيا، اغلبها اكل تايلاندي اسيوي طبيعي. بصراحه رمضان بالنسبه للصيام هنا تيجيني ساهل، ما كنعياش ما كنحسش بالنهار دغيا دغيا كندوز دغيا كيدوز ليا النهار، ما كنحسش بديك الساعات ديال الصيام. هنا عاوتاني من واحد الناحيه الدينيه ما شاء الله هنايا يعني كاينين اجواء روحانيه بزاف بكل امانه، زعما كثر صراحه من المغرب بزاف بزاف، يعني كتحس ان يعني كتحس فعلا داك الجو ديال رمضان الديني، كنهضر على الجانب الديني هنايا اكثر من المغرب. ولكن بالنسبه للجو العائلي واللمه العائليه فانا كنفضل المغرب. فالا جينا نقول لك بالضبط شنو اللي كنفضل، واش المغرب واش ماليزيا، صراحه بجوج بهم مكرهتهم بجوج بهم يتجمعوا يكونوا في بلاصه واحده. يعني الاجواء الروحانيه ديال ماليزيا والاجواء العائليه ديال المغرب، هذا ما كيعنيش ان المغرب ما فيهش اجواء روحانيه، ولكن اللي بغيت نوضح انه زعما هنايا اكثر هنا في ماليزيا بحال اللي فايتيننا شي شويه حنايا في المغرب. فلذلك صراحه بجوج بهم، في المغرب اجواء عائليه كنفضل الاجواء العائليه ديال المغرب، وفي ماليزيا كنفضل الاجواء الروحانيه ديال المغرب والاجواء الدينيه ديال ماليزيا زعما. بالنسبه للانتقادات اللي تلقيت على حساب الهدايا اللي جبت الحبيبه، هما انتقادات اغلبهم ديال الناس اللي ما عارفينيش، ديال الناس اللي ما جداد في القناه اللي ما عارفينش العلاقه ديالي انا وحبيبه، اللي ما عارفينش الهدايا اللي سبق لي جبت الحبيبه شحال من حاجه، يعني اغلبيتهم ماشي من المتتبعين ديال القناه. فلذلك درت فيديو وضحت
لان عارفه ان هذوك الناس اغلبيتهم التعاليق اللي تلقيت تعاليق سلبيه او اللي كيقولوا زعما التعاليق ديالهم، فاغلبيتهم كيف قلت لكم ماشي من المتتبعين ديال القناه، ويعني تعاليق سلبيه صراحه شنقول لك اكتسبت مناعه ضدهم في البدايه ديال القناه، كنت شي شويه كنتاثر وتيبقى فيا الحال، ولكن دابا يعني الراي كيبقى الراي ديال هذاك الشخص اللي دار هذاك التعليق، وكل واحد كل واحد رايه يحترم بطبيعه الحال، راه ماشي جميع ماشي جميع الناس بحال بحال، كل واحد كيشوفها من الجانب او من الزاويه اللي كتعجبو الحاجه، فاش تنشوفها انا ماشي بحال الحاجه اللي تيشوفها واحد اخر، وكل واحد عبر على الراي ديالو، كل واحد قال هذاك الشيء اللي بان ليه، وانا يا قلت توضيح خصوصا للناس اللي ماشي من القناه، وبالنسبه لي تعاليق سلبيه عادي ما عنديش مع مشكل بحال تعليق سلبي بحال تعليق ايجابي، راه كل واحد كيعبر فقط على الاخلاق ديالو على الراي ديالو، وكل واحد يقول اللي بغى يعني عادي ماشي مشكل. وبالنسبه للحبيبه ما كتعرفش هذاك التعليقات شنو مكتوب فيهم، لان ما تتعرفش العربيه، وانا ما يمكنش غنجي نقول ليها راه تيعايروا في القناه وتيقولوا علاش ولا معلاش، سواء بالنسبه للهدايا او سواء بالنسبه لتعاليق اخرى، ماشي بس زعما ما تعرفش تقول انت هما تيهضروا ولا، ولكن حفاظا على شنو نقول لكم، حفاظا على ردة الفعل ديال المغاربه، يعني انايا نحشم نقول لها ردة الفعل ديال المغاربه المغربيات ولا هذا كيقولوا على بنت بلادهم بحال هكذا، انايا ما نقدرش نقول لها المغربيات تيقولوا على بنت بلادهم هكا، لان انا كنشوف التلاحم اللي بين الماليزيات هنايا وسميتو والتشجيع اللي تيكون بيناتهم وسميتو، ما نقدرش نقول بنات بلادي كيديروا هذا طبعا، بحال ما غاديش نقول لها، وهي ما عندها حتى شي ردة فعل عادي، يعني عادي راه ردة الفعل ديالها في الهدايا راه هما كيتقبلوا الهديه كيف ما كانت، يعني هو يكفي ان الانسان تفكرك، ما كيهمش شنو جاب لك ولا القيمه الماديه ديال الهديه ولا، هو اللي تيهم ان الانسان تفكرك، تفكرتيني كنتي في هذاك البلاد قلتي راه جات فلانه في بالك ندي لها هذه الحاجه، ولا ماشي ضروري ان الهديه بالقيمه ديالها، انما الانسان بالتفكيره ديالها وصافي، ماشي زعما القيمه الماديه. اجواء ليله القدر هما ما عندهمش، هما هنايا في ماليزيا ليله القدر بحالنا حنايا كنحتفلوا ب 27 وهذا، عندهم لا عندهم 10 الاواخر ديال رمضان كلها عندهم ليله القدر، يعني كتم يعني بحال طيله رمضان بحال الشهر كامل ديال رمضان من بدايته لنهايته، كنصليو التراويح ديالنا بالنسبه زعما الماليزيين كنصليو التراويح ديالنا وعادي، عندهم الاكل عندهم على مدار يعني طيلة الشهر، بغيت نقول على طيلة الشهر ديال رمضان عندهم افطار جماعي دائما في المسجد، كيديروا هكذا بلاستيكات كيديروا الاكل هكا في العلب وكيديروا وكيحطوهم هكذا، اللي جاي ياخذ الافطار ديالو، وكذلك في التراويح كذلك كيديروا الماكله، اللي بغى ياخذ الماكله كيعطيوه علب ديال التمر وكيعطيوه مشروبات كيعطيوه قريعات ديال الماء، يعني هادشي عندهم طيلة رمضان ماشي فقط في 27. بالنسبة لي أنا هنايا في داري شنو كندير، ضروري بنتي كنحني ليها كنلبس لها قفيطين كندير لها التصيورات، كيف ما حنايا ربونا والدينا كيف ما حنايا كبرنا ضروري ديك الحنة ضروري ديك التصيورات، وضروري هكا الوليدات الصغار البنيسات كيصوموا في ليلة 27، هادشي أنا اللي كندير بحالي بحال جميع المغاربة، وكذلك كندير هكا إما كسكسو ولا شي حاجة بحال هكدا، فمش حاجه مغايره على الاكل اللي كندير دائما في رمضان، صراحه ما عندي حتى شي انشطه محدده، عندي غير الشغل، الا درت الشغل نوصل ولادي للمدرسه، كنوض الصباح نوصل وليداتي للمدرسه، كنرجع كنقرا ما تيسر من القران، لان ذاك الوقت هي ديال الفراغ ديالي فاش ما تيكونوش ولادي في الدار، هكا صافي كتوصل هذيك العشيه صافي كنوض نوجد الفطور ديالي فقط، هذا هو الروتين ديالي الرمضاني اليومي تقريبا يوميا، هذا هو الروتين الرمضاني ديالي، يعني ماشي شي حاجه اللي خارقه للعاده ولا شي حاجه اللي مغايره، راه بحالي بحال اي ام مغربيه بحال اي امراه كتوجد هكا مسلمه كتوجد الاجواء ديال رمضان ديالها عندها وليداتها، دي وليداتي للمدرسه نرجع نقراو ما تيسر من القران شويه ديال اللي قالوا شويه لربي وشويه لقلبي. بالنسبه للمواد الغذائيه اللي ما كنلقاش، الحاجه الوحيده اللي ما تنلقاش هي زيت الزيتون، هي اللي ما كنلقاش، كاين هنا زيت الزيتون كثيره في محلات عربيه او محلات هنا سوبر مارشي ديك الاسواق هكا هكا الكبيره، ولكن ما كنلقاش بحال الزيت ديالنا ديال التغماس اللي كندوزو بها وكنفطرو بها ولا كنديرو بها كسكروط، ولا ما تلقاش كتكون هنا ديك الزيت فقط اللي كتكون صالحه للطبخ، يعني ما صالحاش نهائيا للاكل،
ماشي ما صالحاش، ما فيهاش النكهه ديال زيت الزيتون، هي صالحه للاكل ومزيانه، صالحه زعما للطياب، ولكن بالنسبه للاكل ما صالحاش نهائيا الاكل، ما فيهاش نهائيا طعم زيت الزيتون، فهذه هي الحاجه الوحيده اللي كنفتقدها هنايا في ماليزيا بالنسبه للاتاي، بالنسبه للطحين، بالنسبه للمواد الغذائيه العطريه، المواد الغذائيه ديالنا كلها كنلقاها من القطاني، من كل شيء، يعني كل شيء كل شيء كنلقاه، فقط قلت لكم زيت الزيتون هو اللي ما كنلقاش. كاينين الى بعد السيدات هكا عربيات او مغربيات كيجيبوا كيبيعوا هنايا زيت الزيتون، ولكن ما كتكونش دائما، ماشي دائما كنلقاها، فكنضطر انني نجيبها معايا من المغرب. اجواء عيد الفطر في ماليزيا صراحه وصلتوا لي السؤال اللي تعجبني، وكون نبقى نهضر عليه نهضر ما غاديش نسالي صراحه. اجواء عيد الفطر هنا في ماليزيا شي حاجه اللي واعره 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 بزاف 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 بزاف، واحد الاجواء رائعه رائعه رائعه، انا تتعجبني تتعجبني بزاف اجواء عيد الفطر اكثر من الاجواء ديال رمضان هنا في ماليزيا. اجواء عيد الفطر عندهم شي حاجه قمه في الروعه، عرفتي واحد الاحتفال عندهم كيحتفلوا بواحد الاحتفال راه ما تصوروش الفرحه ديالهم في هكا في عيد الفطر. قبل عيد الفطر كلشي تيوجد كلشي تيقاد، اغلبيتهم الا ما كانوش كلهم اغلبيتهم كيبدلوا الاساس ديال الدار، اللي ما عندوش باش يبدل الاساس كامل ولا كيبدلوا هكا الريدويات، كيبدلوا واخا يبدلوا غير الطابيات اللي كيتحطوا هكا في العتبات الباب، واخا ضروري خاص تبدل شي حاجه ديال الفراش في الدار في عيد الفطر هنايا في ماليزيا. هذه شي حاجه من الضروريات، شي حاجه من الضروريات. وكذلك واحد الحاجه اللي فايت لي شاركتها في القناه ماشي مره ماشي جوج، وهو الزي ديال العيد او الملابس العيد، ضروري خاص يكونوا العائله كلها يكون عندهم نفس اللون، بحال مثلا دابا لابسين البيج خاصنا كلنا نديروا اللون البيج، العائله كلها تلبس بحال الاب يلبس بحال الابن يلبس بحال الاب ديالو، والبنيته تلبس بحال الام ديالها، يعني هذه شي حاجه من الضروريات هنا في ماليزيا. دائما كتلقى يعني العائله في بدايه رمضان كيقولوا هذا العام شنو قررنا شنو غنديروا في اللون ديال العيد، يا يعني اما باش يدفعوا للخياط يخيطوا او لا باش يتفقوا على واحد اللون باش هو اللي غادي يكون في العيد. وكذلك ديك الاجواء ديال الحلويات وديك الاسواق ديالهم ديال هكا اللي كيبيعوا المنتوجات ديال العيد، وداك السوق المعرض بحال الشكل ديال المعرض، كل واحد كيجيب ديك سميتو المنتوجات ديالو، من ملابس من افريشه من ماعن من كلشي كلشي كلشي، يعني اي حاجه يعني ضروري فين ما دخلتي لشي دار هكا في العيد فكيكون عندك ضروري كتلقى التغيير في دارهم، مثلا جارك الا كنتي مول كتدخل عنده نهار العيد فاش تدخل عنده غادي يبان لك كلشي مغير، يعني كيكون واحد التغيير كبير بزاف بزاف في منازل الماليزيين بالنسبه لنهار العيد. وكذلك واحد حاجه اخرى وهو السلام ديال نهار العيد او طيله ايام العيد اللي كدوز عندهم هنا مده ديال شهر كامل، وهما كيقولوا سلامات هاري رايا او لا عيد مبارك سعيد، هذه ضروري 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 الصباح خاص ضروري تمشي تدور على الجيران كلهم والناس كذلك الدار اللي كتكون فيها هكا المراه الكبيره، بحال دابا مين اسحاق كاينه عند حبيبه فالعائله كلها غادي تجي عند الدار ديال حبيبه، اللي قريب واللي بعيد كلهم غيجيو في الصباح ديال العيد، وخاص ضروري مالين الدار يطيبوا بكميه كثيره ليله العيد ماشي نهار العيد، كيطيبوا ليله العيد وعاد لغد ليه كيبقاو غير كيسخنوا وكيحطوا للناس اللي تيجيو هكا العائله اللي تيجيو كيبقاو كيسخنوا ويحطوا، واللي جا تياكل والباب والدار كتكون مفتوحه ولا كيقولوا ليها البيت المفتوح، فضروري اللي جا تياكل اللي جا تياكل، والطياب ضروري تيكون في الليل ما تيكونش الطياب النهار ديال العيد اولا نهار ثاني عيد ولا تسالت ديك الماكله ديال نهار العيد الاولى اللي طيبوا ليله العيد، فضروري غيتسناو حتى نهار العيد بالليل غيطيبوا بالليل باش لغد ليه عاوتاني غيبقاو غير كيسخنوا وكيحطوا كيسخنوا وكيحطوا. فهاد الاجواء هذه صراحه اللي زوينه 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 بزاف تتعجبني كتعجبني، واحد الاجواء اللي ان شاء الله مازال غادي نشاركها في القناه ان شاء الله بحول الله، شي حاجه تتعجبني لدرجه ان والله العظيم ديك الاغاني ديال العيد اللي تيديروا ودوك الاناشيد والله العظيم كيجيبوا لي الفرحه لدرجه ان عيني تيدمعوا بهذاك الفرحه وداك الشيء اللي تنشوف دوك العائلات مجتمعين ومتلاحمين وداك الشيء صراحه اللي واعر واعر بزاف كيف قلت لكم، واخا نبقى نهضر 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 ما غاديش نسالي، راه شحال من حاجه اللي ممكن نسيت ما قلتهاش ان شاء الله نشاركها ان شاء الله في القناه. بالنسبه للمخططات المستقبليه بعد رمضان صراحه ما كايناش شي حاجه محدده، ما كايناش شي حاجه محدده، اعتقد ممكن بغينا نمشي يمكن ان شاء الله نديروا عمره ان شاء الله بحول الله. بالنسبه لهكا فتره رمضان كنا غنمشيو في هذا زعما في هذا الشهر ديال رمضان ساعه ما كتبش، ان شاء الله ممكن اننا نمشيو بعد رمضان ان شاء الله، اذا كتب الله ان شاء الله كتب لنا وعليكم مكاتب الخير،
والهلا يحرم شي حد من هذاك المقال ان شاء الله بحول الله. فقط هذه الحاجه الوحيده زعما اللي كاينه في حاليا في التفكير ديالنا ودايرينها زعما كنقطه ان شاء الله بحول الله الى كتب علينا الله الله يسهل فيها ان شاء الله. فقط هذا الشيء اللي كاين. المهم رمضان مبارك كريم علينا وعليكم وعلى جميع الامه الاسلاميه. شكرا لاله مولاتي جيتوا عندي حتى لماليزيا واخا ما جيتوش. المهم حسيت انكم جيتوا عندي للدار ومرحبا بكم. علاش لا مرحبا بكم ان شاء الله. اجيو عندنا ان شاء الله لماليزيا تشرفونا وتنورونا. مرحبا والف مرحبا. شكرا لكم على هذه الفرصه اللي عطيتوني باش انني نوصل هذه الاجواء هذه ديال رمضان ولو انها غير شفويا. ان شاء الله نوصلها ان شاء الله من بعد هكا بفيديو عبر فيديوهات ان شاء الله بحول الله. شكرا لكم جزيلا ورمضان مبارك كريم علينا وعليكم ومبروك عواشركم. الى اللقاء. تنيه ديال لاله مولاتي وضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.